بدأت يعني من عمري وأنا 14 سنة بشتغل في الشغلة هندية. كانت رؤيتنا وإحنا بنقدم للمسابقة إن كل الخامات تعمل مصرية. فكرة إن أنا حابة التراث البدوي عايزة أنشره في كل حتة. المرأة الصينوية بطبيعتها هي مرأة عاملة. من بداية المؤسسة وإحنا لينا باع طويل جدا في العمل على الحرف اليدوية. نفسي المشروع ده يكبر خالص ويجي كل الناس يجوا يشتروا من عندنا وسينا ترجع زي الأول.